رح نبلش بأولى محطاتنا الصباحية لليوم، ويمكن مثل كل يوم نحكي عن فيروس كورونا من جوانب متعددة. مناعة الجسم هي الهاجس الأكثر طبعاً عند كل الناس حالياً، كيف ممكن نقوي من مناعتنا؟ وكثير من التصرفات الصحية أحياناً ممكن تكون خاطئة، تناول الفيتامينات وغيرها من الأمور، حتى بما يخص أدق التفاصيل بجسم الإنسان. اليوم رح نحكي أكثر عن الصحة الفموية والمناعة الفموية بما يخص اللثة والأسنان مع ضيفتنا المتخصصة دكتورة باسمة الشيخ، اختصاصية باللثة والأسنان. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك. يعني بالبداية، أي شيء بيضعف المناعة هو خطر ويمكن موجه للإصابة بفيروس كورونا. خلينا نحكي اليوم عن الخراجات، عن إصابات والتهابات اللثة، قديش بتضعف مناعة الجسم ممكن تساعد بالتقاط فيروس كورونا. هلا نحن لما عم نحكي عن التهابات اللثة والتهابات النسج الداعمي، ما لنا عم نحكي عن آفة بسيطة، عم نحكي عن حالة التهابية بتصيب 20-25 لكامل الأسنان، وبتأدي بالنهاية لفقد هدول الأسنان. سبب وراء الموضوع هو نوع من الجراثيم سلبية الجرام اللاهوائية. هاي الجراثيم بتأدي لانحلال النسج الرخوي والعظم حول الأسنان، وتؤدي لفقدانها بالآخر، بس تأثيرها ما عم يقتصر بالحفرة الفموية، وهذا الشيء الخطير. يعني عم تنتقل بمجرى الدم، عم توصل على الدماغ، عم تعمل خراجات دماغ، عم توصل على الرئة، عم تعمل نزات رئة، عم توصل على القلب، تعمل التهاب شغاف قلب إنتاني، عم توصل على المفاصل وتضربهم بنفس آلية ضرب الأسنان عن طريق انحلال الأربطة والعظام بالمفاصل مثل ما عملت بالأسنان. مريض السكري اللي عنده التهاب نسج داعمي متقدم ما بيقدر يسيطر على السكر. يعني بشكل عام نحن عنا مرض عم بيضعف الجسم، عم بيضعف لنا أعضاء كتير كتير مهمة بالتصدي لكورونا. يعني دكتورة مثل ما حكيتي، ممكن يدخل من التم ينزل على أعضاء متعددة بجسم تماما. ما بيخطر ببال حدا، يعني قلتي ممكن يعمل ذات رئة، ما حدا بيخطر على باله أنه التهاب بالتم ينزل تماما. على الرئة. كيف فينا نسيطر على هذا الشيء؟ شو اللي يمكن الخطوات اللي بتردع الوصول لهي المرحلة؟ هلا بنحكي أول شيء الوقاية. للأسف أمراض اللثة والتهاب النسج الداعمي ما بتعطي هالأعراض الصارخة، بس بتبدأ بنزف. مثلا أنت عم تفرشي بتلاحظ لثتك حمراء، بصير ينزل دم، هي أول أعراضها، بتكون كتير كتير سهلة معالجتها. أول شيء ما يهمل الواحد، لأن طالما انهملت رح تتفاقم، رح توصل للعظم، رح يصير في حمل جرثومي كبير كتير، وقتها عم ينتقل على كل أجزاء الجسم وعم بيضعف جسمنا. نحن بوقت بحاجة لأدنى شيء إنه يقوي لنا مناعتنا، ما بدنا أي شيء ضعفنا. تمام. يعني بهذا الوقت كل حدا عنده مشكلة، لا ما بدي روح هلا على دكتور أسنان، عم نأجل، خاصة يمكن ضرس العقل وقلع ضرس العقل. هي العمليات الفموية البسيطة هي، ولكن هي عملية جراحية. خلينا نحكي هيك شيء، قد هو كمان بيأثر على المناعة. هلا موضوع كورونا صار قدر، يعني بدنا نعيش مع الموضوع، ما بقى بدنا نضل خايفين، ما بقى بدنا نضل بالبيت، ما بقى بدنا نضل نروح وما نجي. في اجراءات وقائيه لازم نستخدمها، بدنا نعيش بس ضمن شروط صح. يعني هو بالاخر صح صعب وصح عمل مشاكل ومآسي كثير، بس عطى حياه صحيه. يعني صرنا كلياتنا بدنا ندير بالنا على حالنا، نهتم بالصحه، نهتم بالاجراءات الوقائيه، هي شغله منيحه بالاخر. مرضى الاسنان هلا نحن قلنا بالعياده، يعني الطبيب رح ينضر اكثر من المريض، لذلك ما بتكفي الكمامه. شفتوا حالات كثير اطباء توفوا، صار في حمل جرثومي زائد، الكمامات للاسف ما لنا نوعيه منيحه، فعم نضطر نحط ماسك. يعني عم حط فوق الكمامه ماسك انا بالشغل، ما بدي جمع المرضى بالعياده. يعني حاجي مريض مريضين بيكونوا حاطين كمامات يتباعدوا، المريض على الكرسي. في شغله كثير كثير حلوه حسب دراسه امريكيه جديده، انه متى ما حط المريض على الكرسي بخليه مضمض ويغرغر بوفيدون، انه هالنتفه صغيره 10 سيسي بس، منها نص بوفيدون والباقي مي معقمه، يمضمض ويغرغر فيها. عفرض في فيروس كورونا بالتم او بالحلق بينقضى عليه تماما، هي بدايه للشغل حتى قلنا بشكل عام بحياتنا، فنحن ما رح نخاف. اللي بخوف انه تكون المناعه ضعيفه، هي المناعه رح تاثر انه يتفاقم كورونا، اذا عملنا عمليات جراحيه رح تتفاقم. يعني نعمل مناعه ونعيش، نشتغل أسنان بس كله ضمن شروط وضمن إجراءات وقائية. أي جرح هو مصدر خطر تماماً بس بهي الفترة، أن تماما الجرح والعملية للضرورة للضرورة بنشتغلهم، بس مو أنه ما نشتغلهم لأنه ألمهم ما نقلل. يعني بدنا نكمل حياتنا بس بإجراءات وقائية. نعم.
طيب دكتورة، كمان في بعض الأشخاص بينصابوا بنوع من بيسموه نقص المناعة بالجسم اللي بيظهر من خلال قلاعات الفموية، بعضها بيقول أسبابها هضمية والبعض الآخر بيقول إلى أسباب بنقص المناعة. قديه هي ممكن تأثر على صحة الفم وشو ممكن الإجراءات اللي يتبعوها الأشخاص اللي بينصابوا فيها؟ هل القلاع كسبب أساسي معروف ما نو معروف لهيك ما له علاج شافي، بتجي مع أزمات نفسية، بتجي مع أكلات طعمتها قوية شوي، يعني نحن بشكل عام بدنا نركز عليه هلا، مهما عملنا إجراءات وقائية خارجية بدنا نقوي مناعتنا، لأنه هي اللي بتحمينا من كل هالشغلات اللي عم تصيبنا، قدر ما بتكون مناعتنا قوية. هلا عنا كورونا، قبل كان عنا كثير أنواع إنفلونزا، الخنازير وكله، ما بنعرف بكرة شو بيقدموا لنا أمراض تانية، يعني نحن بدنا نعرفنا شيء تماما، إلنا بمناعتنا. ما عاد في شيء صعب. القلع له علاج، له علاجات. اللبن منيح لما بيصيب الواحد قلع، في مثلا انواع مثل الدوكسيسيلين بنعلمهم للمرضى طريقه تطبيقه على القلاعات 4-5 مرات باليوم بطني، هو طعمته بشعة بس بتخفي بيوم يومين وبينتهي الموضوع. تمام دكتوره، يعني دائما في ادويه بتخفض المناعه واحيانا كثير بنضطر لوجع الاسنان ناخذ مضادات حيويه لمعالجه ايضا اللثه او الالتهابات. خلينا نحكي عن أدوية الالتهابات، خلينا نحكي عن الأدوية اللي هي ممكن تخفف المناعة. هلا أدوية تخفف المناعة ما عنا، إذا انعطت صح، جرعة صح وتشخيص صح ووقت صح. هلا في أدوية مشتركة بين موضوع الأسنان وموضوع كورونا، وفي أدوية ما بصير نستخدمها بتفيدنا بالأسنان بس ما بصير أبدا بهي الفترة نستخدمها، مثلا أزيترومايسين ممتاز جدا لالتهاب اللثة المتقدم، لما في نزوف، لما في حالات متقدمة باللثة، احمرار ونزف، كمان هذا ممتاز بموضوع كورونا، يعني عندنا دواء مشترك. البروفين منيح بالنسبة للأسنان، ما بصير ولا بأي شكل استخدمه بأزمة كورونا. أي أنتي إنفلاماتوري، بروفين، ديكلون، كل هدول ما بستخدمهم لأن تعمل تقبض قصبي شديد. نحن كتير بغنى عن أي شيء بفاقم حالة المريض أو بأهبه لإصابة. مثلا عندنا سيتاكودين لا يفضل يستخدم، بيعمل تصبيط تنفسي، بنستخدم السيتامول، يعني بنركز مثل ما قلنا على البوفيدون كتير كتير مهم. مثلا كنا بمشوار حسينا حالنا تعرضنا، برجع على البيت مثل ما قلنا 10 سيسي منا بس نص بوفيدون، منمضمض منغرغر 15 ثانية، إذا في بتمنا في بحلقنا شيء خلص انتهى بالنسبة لفيروس كورونا. بالنسبة للسيتامول بس هذا مخفض حرارة ومسكن ألم، والأزيترومايسين، البروفين ما منقربه أبدا أبدا ولا أي شيء بقبض القصبة. أكيد يعني معلومات كتير مهمة دكتورة. يمكن كنا بدنا نسألك عن أدوية الالتهاب لحالك حكيتي عنها، طب خلينا نحكي عن شيء تاني. بعض الأشخاص اللي عندهم التعويضات السنية ممكن مع الوقت تعمل لهم التهابات وخراجات بالفم، خصوصا إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. هل في طريقة معينة ممكن أنه هن يستخدموها ويوقوا حالهم فيها؟ ايه هلا ضمن هالوقت هذا كثير مهم التفريش والعنايه بالتم، يعني اصولا لما بتنحط التعويضات ضمن اصول ترى ما بتعمل مشاكل، يعني بتلاقي لسه سليمه اصولا، حتى التعويضات لما بتنحط تجرب، يعني انا ما بثبتها فورا للمريض، لازم يجربها اسبوع اسبوعين 10 ايام يشوف الوضع، ما في شيء حشه، ما في التهابات. من الاصل اسستي منيح، انت مشيتي بطريق صح، من الاصل في غلط ترى هي ما رح تريح، يعني اصولا تتبدل اذا عم تعمل مشاكل. بس حماية ووقاية لازم نفرشي مرتين لثلاث مرات باليوم، بدنا نمضمض، البوفيدون ممتاز، مضامض مي فاترة وملح، بنعطي التفريش حقه، مو يلا على السريع، بدنا خمس دقائق، يعني بده ياخذ وقته التفريش والتنظيف وعلى الأقل مرتين باليوم. تمام دكتورة، كثير مننا بالفترة هي الأخيرة تبع كورونا عنا حالة من أخذ الأدوية بطريقة عشوائية، وعن يمكن قيل عن قال دون مراجعة الطبيب، خاصة الأدوية يلي بتقوي المناعة من الفيتامينز من الزنك وإلى آخره. اليوم إلى مدار هي الأدوية إذا أخذناها بشكل عشوائي صحيح هي بتضر حتى بدون مراجعة الطبيب؟ لازم نراجع طبيب طبعا. هلا لازم التحليل، هاي اللي بدنا نحكي. الفيتامينات تعريفها هي مغذيات دقيقة صغرى، يعني حاجة جسمنا إلى محدودة بطريقة فظيعة. نحن عم نحكي عن ميكروغرام وميليغرام، يعني بأقصى حاجة عم نستخدمها أقل من ربع جرام. لهيك العالم اندفعت وراحت تجيب، نحن ما لنا بحاجة لكل هالاندفاع، يعني أكل صحي سليم، حياة صحية، ونحن بغنى عن كل هالفيتامينات وعن كل هالشيء الفظيع اللي الناس أقبلت عليه وخلت سعره يرتفع، وفي ناس فكرت حالها مقصرة وما فيها تجيبهم. لا،
هلا بنصنف الفيتامينات بصنفين، في فيتامينات بنحلي بالدسم وفيتامينات بنحلي بالماء. المنحلي بالدسم هي الاي والدي والاي والكي، هدول ما بصير ناخذهم بتواتر كثير ولا بصير ناخذ كميات كبيره، نحن مثل ما حكينا كلها على بعضها شو ما كان نوعها كميات محدوده جدا جدا، والغذاء السليم بكفيها، بس اللي ما بيقدر يكفيها من غذاء وقتها بيحتاج يطلع لبرا. الفيتامينات اللي تحاليل لسه قلك، الفيتامينات المنحلي بالدسم موجودة بالسودا، موجودة بصفار البيض، موجودة بالزبدة، بالحليب كامل الدسم، باللحمة، ما شرط ناكلهم مع بعضهم، يعني ممكن أنا أوزعهم على مدى أسبوع، مرة آكل سودا، بعد كم يوم آكل بيض، يعني مو كلهم مع بعضهم، وأي كمية بتوفيني بحاجتي من الفيتامينات. فيتامين A الحلو فيه هو ضروري للجلد، للأغشية المخاطية، بيحمينا من تسرب الجراثيم، يعني بيقوي لنا الخطوط الدفاعية تبعنا تجاه الجراثيم والفيروسات. في نوع منه نوع حيواني، هذا كثير مقادير محدودة لأنه بتتخزن بالجسم وبتأذي. في نوع اسمه طليعة الفيتامين A من مصدر نباتي، كل شيء لونه أصفر على برتقاني نحن بناكله، هذا الجسم بيحول اللي بده إياه وبصرف الباقي. المشمش، الخوخ، المانجو، البطاطا الحلوة، كلياتهم بيعوضوني بهالشيء. لونهم أصفر على تماما. هلا الفيتامينات المنحلي بالماء مثل فيتامين بي، فيتامين سي، حمض الفوليك، هدول معلش بس كله ضمن مقادير، نحن عم نحكي على ملي جرام، يعني كله على بعضه ما عم نوصل على ربع جرام، ما بدها كل هالإقبال ولا بدها كل هالكميات، هداك بالخضروات والفواكه. كثير من اللبن، اللبن غذاء رائع جدا وكمان بيوفر كثير من هي الشغلات. نعم، طيب دكتورة قبل ما نختم حديثنا اليوم، كثير حكينا عن أسئلة شائعة ومطروقة ويمكن عم نحكي عنها كثير كل مرة باختصار شكل، ولكن لسه في ناس شوي عندها مثل ما بيقولوا استفسارات عنها. شو الأهم النصائح اليوم اللي بتحبي طبعا توجهيها لكل الأشخاص بما يخص الصحة الفموية واللثة؟ هلا بدنا في شغله مهمه، المشكله ضمن وضعنا كورونا هوا، يعني تلوث محاوطنا من كل محل، بيفوت من التم، من الانف، من العين، من التلامس، من اي محل، فمهما عملنا اجراءات خارجيه اهم شيء مناعتنا، اهم شيء العيشه الصحيه السليمه، الطاقه الايجابيه، ما بنضل خايفين وقاعدين بالبيت وهاد بيموت وهاد ما لا، بدها طاقه ايجابيه، بدها رياضه، بدها حياه صحيه، بدها اكل صحي، بدنا نحبه لجسمنا نهتم فيه، يعني صرنا كلنا اذا بتلاحظوا مثلا كنا نروح على المول نجيب شغلات حلوه مثلا بيتزا، هلا لا، انا بالنسبه لي صرت بجيب زعتر اخضر، بتجيبي زنجبيل، يعني صرنا عم نهتم بحالنا اكثر وهذا كثير مهم. هذا الحكي كتير منيح. تمام، هلا الزنجبيل رائع، مضاد اكسدي ممتاز، ثوم وبصل كل يوم، لو سن التوم، لو شقفة بصل صغيرة كمان رائع. الزنجبيل الحلو فيه انه مرضى كورونا عم بيصير عندهم مثل تجلط وتخسر بالدم عفوا، الزنجبيل مميع للدم، مضاد اكسدي قوي كتير، فلازم كل يوم كل يوم زنجبيل، بصل، توم، الفطر منيح كتير، يعني بدنا نهتم بجسمنا بمنع وما نخاف، نعيش حياة صحية، نبعد عن التجمعات، يعني بس ما نضل خايفين لأنه العبرة بالمناعة بالآخر، يعني هون له اسم، بكرة له اسم تاني، قبل كان له اسم، بس العبرة نحن، قدر ما منقوي جسمنا ومنهتم بصحتنا أمورنا ممتازة. يعني ما في أحلى من هذا الحكي اللي لازم كل الناس تطبقه، ونقوي حالنا كمان، الحالة النفسية هي تمام. بتلعب دور كثير كبير. بدنا نشكرك كثير دكتورة، يعني شكرا على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. شكرا لك. شكرا لكم.